وعدكم مشاهدينا ببداية الحلقة أني دائما بختار ضيوفي انه يكونوا فعلا من الشخصيات المبدعه. ضيفتي اليوم مبدعه وبنفس الوقت عم بتساهم كثير باظهار ابداعات الغير، رح اخبركم كيف. جمال الحايك مشاهدينا ضيفتي اليوم بساعة وفا، شخصيه خلاقه مبدعه، اللي بيطلع عليها هيك بيلاقي انه بشكلها فيها الكثير من الرقي والهدوء، واللي بيتابع تصميماتها بيشوف انه هيدا الشيء الموجود بشخصيتها انعكس بشكل او باخر ايضا على تصميماتها. تصميماتها كمان بتتسم بالرقي وبنفس الوقت بالبساطة. بالنسبة لها في اعتقاد خاطئ بيقول، وللأسف تتهمنا نحن الإعلام بأنه روج لها، بأنه نظرة الرجل المصمم بتكون أكثر اتساعا ودقة بمعرفة مكان من السحر والجمال والجاذبية الموجودة عند المرأة. هيدا بالنسبة لجمانة اعتقاد خاطئ كليا. وبتقول برزت مجموعة من الأسماء الذكورية بعالم الأزياء بالعالم لأنها بتعتقد بمقولة بأنه وراء كل رجل عظيم امرأة. صح عن جد؟ طبعا طبعا. إذا ما كان يعني المرأة وراء وراء ورا ورا، إن كانت أم، إن كانت أخت، إن كانت زوجي، دائما المرأة ورا الرجل لأنها أخذت من ضلعه. فالانتماء لبعض ما فيك تفصلي، هي بتنتمي له وهو بينتمي لها. طب ليش المرأة تحديدا عندها ثقة بالمصمم الرجل أكثر من المصمم المرأة؟ لأنه والأدلة كتير واضحة، تنجذب يعني له بالفطرة، الانجذاب اللي بيجي بالفطرة، يعني عيونك حلوين بتصدق بس لأنه رجل يمكن عيونها أبدا مش حلوين، ويمكن لأنه محتاج كلمة من الطرف الآخر. ما بتصدقها من المرأة لو سمعتها للكلمة؟ لا يعني أنت لو أجيتي قلتي لي وفاء هالفستان عليك رح يطلع كتير حلو، أو هالفستان عليك مش كتير رح يطلع حلو، ما رح صدقك، حقول مدري ليه عم بتقلي هيك، بس بصدقه لإله؟ حسب شخصية المرأة. في شخصية بتكون بتعرف حالها شو بدها، وبتعرف هي اللي بيلبق لها، بتعرف تنظر للأمور بمصداقية أكتر. وفي ناس بدهم ياكي تكذب عليهم واني عارفين انت عم تكذب عليهم. طب هالصراع السلمي بين المصمم الرجل والمصمم المرأة دايما بيكون محسوب لصالح مين بالأخير؟ حسب يعني خلينا نحكيها حسب كل شيء عم بيصير بالعالم والأسماء العالمية الموجودة، كلها رجال، كلها أغلبية رجال. يعني الصراع السلمي هذا عم يكسبه الرجل؟ طبعا، حكم القوي على الضعيف. حتى بالحياة العامة الرجل دائما كسبان ومش هو دائما صح. المرأة بعتبرها أنا أسكى وأكثر تحملا، ولكن الجندي المجهول الصامت. مين قال لك صامت؟ بعد في نساء صامتات هلا ما بقى في كثير. طب جمانة انت شو حاولتي شو حبيتي انك تقدمي للمرأة شيء بتعتقدي انه المصمم الرجل ما قدم ليها؟ هلا اما ما بتفكري بهالطريقه هيدي، بتفكري انه بدك تقدمي اللي عندك. انا بقول لك انا بحب قول اللي انا بحبه. يعني انا بحب المرأة دائما، يعني هلا بالعرض حتشوفي ثياب قصيره، أنا ما بحب المرأة تلبس قصير. أنا بلاقي شطارة الديزاينر بأنه يعطيك فستان محتشم ولكن فائق الروعة، هون الصعوبة. أما كل فستان مثير وليس مبتذل عاري سهل وشو ما عملتي فيه هيطلع حلو. بينما الأصعب الفستان اللي بيكون ساتر جسمك ولكن مبين الفن اللي فيه من شغل من قصة، هذا أصعب. هذا أصعب بكتير. بس مع الأسف مضطرين، لأن الناس مفكرت أنه دار سارة ما في يعمل لتياب دائما جمعنا أزياء الملكات هيك بتحسيها. حتى مصممين الأزياء العالمية لما بيصمموا للملكة رانيا، لما بيصمموا هلأ فستان كيت اللي قايم الدنيا عليه، أنه كمان بيصمموا لازم أنه يكون محتشم فيه، وبنفس الوقت قمة الأناقة والروعة والجمال. لأنه الحشمي فيها قمة الأنوث. صحيح. أنا برأيي صار اللحم رخيصة الأيام من كتر ما نحن عم نعرضه بطريقة مبتذلة، درجة أنه تأكيدا على كلامك لما بتشوفي امرأة لابسة العباية السوداء قمة الأنوثة مع قمة الاحتشام، تبقى بالعباية المرتبة صح. صح صح
نعم. رح نروح نشوف أنا وأنتي هلا والأصدقاء المشاهدين العرض الخاص اللي عملته دار سارة للأزياء مشاهدينا بدبي لمجموعة ربيع وصيف 2011. كان فعلا حفل كما قيل بأنه يتناغم في جمال الطبيعة مراوة التصميم الفاخر اللي كان عم يضفي جمال وأناقة على كل امرأة بدها فستان كتير مرتب لتسهر فيه أو حتى عروس بتحلم بليلة زفاف خيالية. رح نروح سوا نتابع العرض ونرجع نكمل الحديث مع جمانة. أثبتت أنك تعرفي تعملي قصير جمال. نعم. أثبتت بجدارتك كمان. دبي هلأ كعاصمة للموضة العالمية. مش بس عربية حتى عالمية. صار في أسماء كتير مهمة على مستوى العالم أيضا. عم بتحاول تلاقي موطئ قدم لإلها هون بدبي. مزبوط. كيف بتشوفيها دبي بعد سنة سنتين ثلاثة؟ يعني أنا بقلك دبي عندك كل المؤهلات لتكون أكبر مستوى. يعني أنا لفيت أوروبا، رحت أمريكا، دور الأزياء اللي بتلاقيها هون مع النوعية مع البزخ الموجود عندنا نادر ما تلاقيه.
وإذا لقيتي بيكون بمبالغ طائلة جدا جدا، لوف اليوروهات. فدبي ما شاء الله يعني تضاهي أوروبا وأمريكا بدور الأزياء اللي فيها. طب مثلا دبي فاشن ويك هلأ قريبا رح بيكون موجود، بس بتضلك عم بتحسي إنه دبي فاشن ويك ما عم بضم هالأسماء الكتير كبيرة مثل لما بتحكي على باريس فاشن ويك، مثل لما بتحكي على بعدها مش كتير، بعدنا بدوروا على الأسماء اللي لسه. قلك ليش؟ لأنه مشكلتنا نحن كعرب ما عنا انتماء. لو يروحوا هلأ أي ديزاينر بقلب الدولة طموحه يروح على باريس فاشن ويك، ميلانو فاشن ويك، طب ما أنت هذا شيء قائم على أرض الدولة، واجب عليك أنك تكون لك مساهمة بإنجاحه. إذا أنا وأنت وغيرنا وغيرنا عيننا لبرا، عيننا لبرا ونسينا هالوطن اللي كلنا بننتمي له وكلنا بنستفيد منه، لا عم نكسب هون ورح نعمل برا اللي عم بي يعني بالنهاية قد ما طلع مصمم لبرا شو بده يطلع قدام كتار من المصممين. ونحن سوقنا هون، سوقنا هون بالنهاية، خلينا نثبت حالنا هون ونكون إيد واحدة هون، حتى لما نطلع لبرا هني بيطلبونا، مش نحن منروح من واحد لواحد ما بتعرفي مين الصح. يعني أي متى ميلانو فاشن ويك ما بتعرفي مين المسؤول عنه، سماسرة واحد بيوديكي للتانية أو مش عم تنشغل صح. نعم. ومكاننا مش هنيك ولزبوناتنا هنيك. بركي كرمال بالأخير بس ينحط قدام اسمنا للي عنده عقدة زمالة على الحايك مصممة الأزياء العالمية. ما بتعنيني أنا، بيهمني يكون عربية قبل عالمية. يا ويلي شو عم يزعلوا مني هلا كثير من رفقاتي مصممين الازياء. anyway خلينا نروح نشوف الشغل لا انا ولا انت بنعطي الالقاب. ايه شغلنا هو اللي لازم يعطينا اللقب. صحيح. يعني مثلا هني كلهم بيعرفوا مين جمانة بتكنيك العمل بغض النظر عن دار ساره او انه هذا لجمانة، عن غيره العمل بلا هي على جنب، بس كتكنيك وجمانة شو إمكانياتها كلهم بيعرفوا شو القوة اللي عند جمانة مهنيا. نعم، خلينا نروح نشوف شو القوة عند جمانة بالنسبة للعروس. ليلة العمر هيدا شو بتقدم جمانة للعروس اللي عم تحلم فعلا تكون ملكة متوجة بهيك ليلة؟ منتابع سوا. Thank you.
هذا آخر فستان شفناه جمانة كان فيه 1.5 مليون حبة كريستال. نعم. يعني هذا للعروس لتدفع حقه أو العريس حيدفع حقه. لما بتعملي بيجي عبالك فكرة تعملي قطعة فنية ما بتفكري هل حينشرى ما حينشرى حينباع. بدك تحطي خيالك هون. بتعمليها كشي إيجاكي حبيتي تجسدي. كيف بتشوفي العروس جمانة؟ بحب العروس كثير، أحلى شيء عندي. بحب أشوف كل بنت وبدعي لأنها تكون سعيدة. ما بتدمعي بس تشوفي عروس؟ هيدي عنا كلياتنا، بس تفوت العروس بتدمعي، ليه دخلك؟ منظر العروس بتخافي علي أنه هي حلوة فستانها وبدك حياتها تكون كمان حلوة، بتخافي علي هل يا ترى حظها حيكون حلو؟ وإن شاء الله كل عروس يكون حظها حلو إن شاء الله. جمانة كمان أنت في إليك دور كتير كبير بدعم الكثير من المواهب، هيدي شغلة معروفة عنك بيشهدولك فيها، حتى كتار من يمكن من الأشخاص بيبقى عندهم كتير مواهب بس ما عم بيلاقوا طريقه، ما بيعرفوا حدا يدلهم، والأنانية في بعض الأحيان والخوف مثل ما قلتي بخليه أنه لا كل واحد هيك يلف على حاله. أنت حتى دار سارة تقدم مجموعة من العبايات أيضا، لكن مش أنت اللي عم بتصمميهم، مجموعة من المواهب وأسماء أخرى موجودة عندك بالدار. محمد المري نعم هو مصممهم ومنفذهم، وإن شاء الله حالياً هو حاطت مجموعة عنا، وهو صار له فترة بالسوق بس ما بيحب الإعلام كتير. أوكي. مع أنه عنده شيء كتير حلو ولازم يظهر للعالم، وهلأ حيظهر. ومجوهرات الشامسي كانوا معنا كمان. نعم، تحية كتير كبيرة لأنا كمان مجوهراتهم كتير حلوة صراحة. طيب. حنشوف هلأ فكره لمحمد وخياله وكيف شو هو قادر يقدم للمرأة بهاللباس الأساس فيه هو الأسود، بعد هيك وين بياخده خياله، وحتى عنده قطع أحلى من هدول كمان. نعم. وبتمنى تشوفوه بعدين إن شاء الله. رح نتابع سوا مشاهدينا.
جمانة أنا كثير بدي أشكر حضورك حقيقة. شو هي أهم على السريع هيك بركي بنحكي، شو خطواتك هلأ؟ شو عندك شيء جديد؟ قلتي لي في عندك عرض بلندن؟ عنا عرض بجامعة أكسفورد. حلو. وإن شاء الله السنة حنكون معرض باريس. كل التوفيق لك إن شاء الله يا جمانة. أنا كثير سعيدة أني تعرفت عليك للمرة الأولى معي بساعة وفا، بس إن شاء الله أكيد مش للمرة الأخيرة، رح نضل عم نرافقك أكيد أنت وكل الفريق تبعك بكل الإبداعات عم تقدموها للأصدقاء. بإذن الله. شكرا كثير لكم وسلموا. شكرا كثير لك. مشاهدينا بتمنى تكون فعلا هيك الساعة قدمنا فيها كثير من المواضيع اللي كانت عند حسن ظنكم. إلى اللقاء، بشوفكم بحلقة جديدة يوم الاثنين.